مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان ومتابعي برنامج في النور. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة وموضوعات جديدة معاكم النهاردة. هنتكلم على أحدث الإشاعات والأخبار اللي خرجت على مدار الساعات اللي فاتت، واللي كان الحقيقة ليها صدى كبير جدا وسط مختلف الناس. وأيضا عندنا فقرات بتتكلم على أحداث حصلت مؤخرا، زي وقعة الكلب اللي عض الجيران ونتج عنه أن الشخص اللي تعض مع الأسف دخل فيه غيبوبة. هنتكلم على تربية الكلاب في المنازل، هنتكلم على فكرة إيه الأنواع اللي ينفع يتم يعني تربيتها داخل المنزل، وإزاي يتم التعامل معها بحيث أن هي ما تكونش مصدر قلق أو مصدر كمان متاعب ومشاكل للناس المحيطة بهذا الكلب، يعني مش بس اللي هم عايشين معه في البيت، لأن كمان الموضوع بقى بينتج عنه أضرار للجيران والناس المحيطة بهذا الكلب. ده واحد أو موضوع يعني من فقراتنا. والموضوع الثاني بناء على طلبات حضراتكم، الحقيقة جالنا اتصالات وطلبات ليها علاقة بفكرة كشوفات الدكاترة والأسعار دلوقتي بقت عاملة ازاي، وإن كل دكتور بقى بيسعر بالطريقة اللي هو عايزها ومفيش رقيب على الموضوع ده، وبالتالي اللي بيدفع الثمن هو المريض اللي عايز يتلقى الخدمة الطبية. فاحنا مؤخرا شفنا كمان إن الضرائب بتخطر الأطباء وبتطالبهم إن هم يعملوا لستة بالأسعار وتكون متعلقة داخل العيادات، طلبت الأطباء بالإجراء ده. هنتكلم النهاردة بقى على الموضوع ده وإزاي هيتم تفعيله وموقف الأطباء إيه من هذا القرار، وبالتالي هتكون النتيجة اللي بكل تأكيد هتأثر على المريض. ده هيكون موضوع فقرتنا التاني. وسؤالنا أيضا ليه علاقة بهذا الموضوع، هل تؤيدوا فكرة أن يتم الإعلان رسميا عن أسعار الكشوفات داخل العيادات الطبية؟ واكتبوا لنا لو بتأيدوا بتأيدوا ليه، يعني موقفكم إيه مع أسعار الكشوفات، موقفكم إيه مع الدكاترة، والمشكلة هل عاصرتوها وعشتوها ولا الموضوع ما فيهوش أي مشاكل. اكتبوا لنا تعليقاتكم على هذا الموضوع على الصورة الخاصة بالبرنامج على صفحة القناة على فيسبوك سي تي في إيجيبت، وبالتأكيد مهم جدا نسمع رأيكم. نبدأ بأحدث الإشاعات اللي كانت منتشرة جدا على مدار الـ 24 ساعة اللي فاتوا، اللي هي علاقة باسم مدينة سانت كاترين. كنا شفنا كده تداول أخبار بتقول إن في مصادر بتبحث أو بتدرس تغيير اسم مدينة سانت كاترين إلى مدينة التجلي الأعظم، والحقيقة الموضوع كان في تفاعل عليه كبير قوي وحالة من الرفض سواء من الشعب أو المواطن العادي أو من كمان الشخصيات العامة أو المؤرخين أو المهتمين بفكرة الهوية المصرية. فبالتالي شفنا النهاردة رد الحقيقة سريع من الحكومة، خرجت ونفت تماما هذا الموضوع وقالت ان مفيش اي نية او اي قرارات بتقول ان احنا هنغير اسم مدينة سانت كاترين، بالعكس ده يعتبر جزء من هوية هذه المدينة، هي اسمها سانت كاترين من القرون الاولى، فبالتالي مش هنغير اسم هذه المدينة. ونفت تماما الحكومة هذا الكلام، اتواصلت مع محافظة جنوب سيناء وتأكدت من المعلومة وإن مفيش أي تغيير، وأكدوا إن التجلي الأعظم هو فقط مشروع بيهتم بالتنمية في هذه المدينة، بيهتم إن هي تكون مدينة سياحية ليها مكانتها على خريطة سياحية بتجذب السياح، يبقى فيها أماكن بقى فندقية، فيها خدمات مختلفة، فيها إنترنت بيدخل للمدينة دي، فبالتالي التجلي الأعظم هو فقط مشروع للاهتمام بمدينة سانت كاترين وليس تغيير لاسم المدينة. الحقيقة مشكورة للجهات المسؤولة يعني ان هي خرجت بشكل سريع ونفت هذه المعلومات، لان زي ما قلت لحضراتكم الموضوع قلب الدنيا خلال الساعات اللي فاتت، وهاشتاج تم تدشينه على مواقع التواصل الاجتماعي بيقول اسمها سانت كاترين، الناس رافضة فكرة تغيير الاسم، والكل قال ان ده تغيير في هوية المكان. يعني في عالم التسويق انت لما بتعمل براند او اسم معين مش بسهولة بتغير الاسم، ولازم يبقى عندك اسباب قوية تدفعك لتغيير الاسم. فانت سانت كاترين ده اسم براند لوحده معروف في كل حتة في العالم، والسياح بيجوا على اسم سانت كاترين، فازاي كان في نية لتغيير الاسم وازاي اصلا جت الفكرة، ده كان مصدر اعتراض كبير جدا لكل الناس على وسائل التواصل الاجتماعي،
خاصة ان هي مدينة ذات طبيعة مختلفة، يعني هي بتعتبر في مكان مميز جدا، فيها معالم سياحية زي الدير نفسه، دير سان كاترين، جبل موسى، ومعالم دينية اخرى ليها ايضا طابع بيئي مختلف، لان هي بتعتبر اكبر محمية طبيعية في مصر، فبالتالي كان مرفوض تماما فكرة تغيير الاسم. للتعليق على الخبر وتوضيح كل التفاصيل بينضم لينا على التليفون الأستاذ محمد كارم، رئيس الائتلاف العام لتنشيط السياحة. أهلا بيك يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أولا تلقيت إزاي بداية الخبر اللي كلنا شفناه خلال الساعات اللي فاتت، فكرة تغيير اسم مدينة سان كاترين؟ هو بس أنا عايز أقول نقطتين مهمين جدا. إن الناس ربطت المشروع التجلي الأعظم بتغيير اسم كاترين، وده شيء غلط جدا. اولا مدينه سانت كاترين هي اكثر مدن فينا خصوصيه وتميز طبعا، دي بالاضافه ان اقدم دير على مستوى العالم هو دير سانت كاترين. فطبعا المنطقه نفسها سميت بدير سانت كاترين، فطبعا خلال الفتره اللي فاتت لم يتم ترميم الدير ولا الاعتناء بالمناطق المحيطه، فده ادى الى ان القيادات السياسيه خلال الفتره اللي فاتت ابتدت تهتم بالمشروع التجلي الاعظم. صحيح. وطبعا ابتدت فيه من فتره، فالناس ربطت ان هو هيتم تغيير الاسم بالتجلي الاعظم. وده شيء خاطئ. ده نقطة. تاني نقطة، العالم كله بيجي حج في الدير، فهيتغير ازاي للتجلي العظم بس للمهتمين. دي بالاضافة ان طبعا مش كنيسة سانت كاترين بس اللي موجودة، يعني احنا بس عشان نفهم الناس ان في ترميم لبعض الكنائس داخل الدير، زي مثلا كنيسة يوحنا، والدير يعتبر في عدة كنائس أخرى. موضوع الترميم ده في إطار مشروع التجلي الأعظم اللي بيهتم بالمدينة؟ بالظبط. يعني هو الناس بس عشان يعرفوا إيه هو دير سانت كاترين. هو دير سانت كاترين ده من أهم المزارات الدينية على مستوى العالم اللي موجودة في مصر. صحيح. دي اتفضل. طيب عايزين حضرتك تكلمنا على المشروع نفسه، يمكن بدأنا نسمع عنه بشكل كبير في الأونة الأخيرة أو الفترة الأخيرة، وحضرتك بتقولنا أن في عمليات ترميم بالفعل قامت في إطار هذا المشروع، كلمنا أكتر حاليا إيه اللي بيحصل تاني في مدينة سانت كاترين؟ هو طبعا مدينة سانت كاترين من أهم المدن السياحية على الخريطة السياحية لمصر، ده بالإضافة أن البيئة المحيطة بالدير، فابتدى التطوير من حيث الطرق المؤدية للكنائس، للبيئة المحيطة، لمكان للزوجات السياحية، لعربات الجولف اللي هتنقل الناس من خارج الكنيسة لداخل الكنيسة، والترميم اللي موجود، بالإضافة لإنشاء الفنادق، تطوير المنطقة المحيطة، زيادة زراعة أشجار الزيتون حوالين الدير، فكل ده هيساعد بشكل كبير على عودة القطاع السياحي وبشكل أكبر. هل عندنا خطة زمنية للمشروع؟ يعني متوقع ينتهي إمتى والمدينة تكون في أفضل صورها في وقت إمتى بالظبط؟ هو حاليا يعني بنسبة كبيرة المشروع قائم، والحمد لله بنشكر الدولة على الاهتمام، وهم اوريدي المشروع حاليا على أرض الواقع بيشتغلوا فيه. طيب يعني إذا حضرتك بتأكد لينا زي ما تم النفي من قبل مجلس الوزراء إن مفيش أي تغيير في الاسم، بالعكس هذا المشروع هو بيستهدف تطوير المدينة وليس تغيير في اسم مدينة سانت كاترين. حضرتك قلت لنا الحقيقة تاريخ هذا الدير اللي هو يعني ليه مكانة كبيرة قوي، وطبيعة المكان نفسه مدينة سانت كاترين هي لها خصوصية بشكل كبير، فإذا بنغلق بهذا الشكل باب الإشاعات حول الموضوع ده. طبعا. أنا بشكرك جدا أستاذ محمد كارم رئيس الائتلاف العام لتنشيط السياحة، كنا لازم
يعني نوضح لحضراتكم كل تفاصيل الموضوع ده اللي ليه علاقة بالإشاعات اللي انتشرت. ومجلس الوزراء أكد إن احنا لازم نستقي معلوماتنا من كل المصادر الرسمية علشان ما يكونش في أي مساحة طبعا لإشاعات تنتشر بهذا الشكل مرة تانية. قبل ما نكمل أخبارنا فكر حضراتكم بسؤال الحلقة اللي علاقة بفكرة إعلان أسعار الكشوفات داخل العيادات الطبية. الضرائب بتطالب الأطباء بهذا الإجراء اللي مفترض يفعل بداية من شهر أبريل اللي جاي. أشرف أسعد بيقول نؤيد بشدة إعلان أسعار الكشوفات بالمراكز الطبية والعيادات لأن أي خدمة لها مقابل لابد وأن يعلن عنه. اكتبوا لنا برضو رأيكم، شايفين لابد من هذه الخطوة ولا يعني رأيكم إيه في الموضوع، ولو لازم نعمل كده بناء على إيه، يعني الأوضاع إيه كمان، ده اللي يهمنا حضراتكم تقولوا لنا داخل العيادات الطبية الوضع عامل إزاي بشأن يعني أسعار الكشوفات. ننتقل لملف آخر والمصريين في الخارج. أيضا إشاعة تداولت، أو مش إشاعة، خلينا نقول أخبار تم تداولها وفيما بعد تم تصحيح مضمون الكلام. خلال الساعات اللي فاتت انتشر كلام للمستشار بهاء أبو شقة وهو وكيل مجلس الشيوخ، كان الكلام بيدور حول فكرة أن المصريين اللي برا إحنا لازم يعني بما أن مصر عندها ثورة أو ثروة بشرية كبيرة لازم تستفيد منهم في الداخل وفي الخارج. اللي برا زي ما اللي جوه يعني بيدفع مثلا ضرائب وكده، اللي برا كمان لازم يكون في استقطاع جزء من رواتبهم. يعني المصري اللي شغال بره اللي سايب بلده المتغرب اللي هو ولا بيستفيد من خدمات ولا مرافق ولا اي حاجه، يتم استقطاع جزء من رواتبهم وتعود لمصر. وكان يعني المبرر وراء هذا الكلام ان الناس دي اتربت في مصر وان الناس دي كبرت في مصر وتعلمت واتكشف عليها بقى داخل المستشفيات المصرية والكلام ده كله، فبالتالي حتى لو هم بعد كده خدوا قرار الهجرة أو الشغل برا مصر ناخد جزء من رواتبهم. وخرج هذا التصريح وطبعا خرجت حالة من يعني الجدل الكبيرة جدا، ازاي المصري اللي زي ما بقول لحضراتكم سايب بلده، ده سايب البلد يعني هو مش قاعد فيها، مش مستفيد بأي خدمات اللي على أساسها بيتم أخذ الضرائب من المواطن اللي جوه، فهو يعني على أي أساس ومن أنهي منطق أصلا تطرح هذه الفكرة؟ يعني المصري اللي بره ده اصلا مش احنا جزء كبير جدا من الدولار اللي داخل او من العمله الصعبه بسبب الفلوس اللي يعني بيحولوها لمصر، تحويلات المصريين في الخارج يعني هو مصدر اولا عمله صعبه ليك، فلما انت تفكر بهذا الشكل مش وارد جدا ده ياثر مثلا اولا على واردات المصريين في الخارج اللي هي جزء اساسي جدا من العمله الصعبه؟ ولو تم تصحيح هذا الخبر ما هو هيحصل بقى نوع من أنواع الإشاعات والقيل والقال، فالناس تقلق فممكن التحويلات تقل، وارد جدا بناء على هذا التصريح. فخرج المستشار بهاء أبو شقة بعد تداول الأخبار بهذا الشكل ونفى تماما نية وجود قانون لاستقطاع جزء من الرواتب للمصريين في الخارج، وقال يا جماعة الكلام اتفهم بشكل غلط وما كانش ده الهدف، وقال إن احنا بنقصد استنهاض الهمم من أبناء مصر الشرفاء في الخارج. هو يعني أنا محتاجين كده نفهم يعني إيه استنهاض همم، وهو برضو الرد لازم يكون بيوضح مضمون الكلام اللي اتقال. يعني كان خرج كلام بيقول حاجة معينة، طيب الرد إن احنا لا يا جماعة الكلام اتفهم غلط، طب اتفهم غلط ليه؟ إيه المقصود إن احنا نستنهض همم أبنائنا المصريين الشرفاء في الخارج؟ وهنستنهض الهمم دي ازاي؟ يعني ما هو هنا السؤال، الكلام والرد لازم يكون بيوضح الكلام اللي اتقال، علشان المصريين اللي بره لما يسمعوا هذا الكلام اكيد هيتأثروا ويسألوا طب احنا كده وضعنا ايه؟ طيب احنا مش هنحول فلوسنا لحد ما نفهم كلام كتير بقى بهذا الشكل. ف يعني لابد ان اي كلمه تخرج يا جماعه ان تكون مدروسه ومعروف تأثيرها هيكون ايه، احنا بنتكلم على قطاع مش قليل من المصريين اللي بره. وان كان اصلا ان الكلام ده اتفتح يعني واتقال على اي اساس، كان النهارده في مجلس الشيوخ في الجلسه في مقترحات متقدمه ازاي نحفز المصري اللي بره ان هو يدخر فلوسه داخل مصر، وازاي نشجعه ونقدم له تسهيلات. فمن باب بقى التناقض ان احنا نعمل هذا المشهد ان احنا منين نشجعهم ومنين في الزاويه الاخرى نطلع بتصريحات لا ده احنا ناخد من رواتبهم جزء للدوله. اذا يعني حاله غريبه جدا
شفناها في هذا الكلام، وكان لابد ان احنا نعمل معاها وقفة ونوضح يعني ماذا قيل في الاول، وبعد كده التوضيح كان ايه على لسان المستشار بهاء ابو شقة صاحب يعني التصريحات المتداولة حول هذا الموضوع. خلينا نروح لملف آخر وفكرة التعامل بالعملات الأجنبية، وإن احنا إزاي نحاول نقلل طبعا من إن احنا نتعامل بالدولار. شفنا يمكن ده تم البدء فيه مع روسيا، إن احنا بدأنا نستخدم الروبل الروسي في التعامل بدلا من الدولار. ومن هنا شفنا الغرفة التجارية بتعلن النهاردة إن في تفاوض مع عدد من الدول إن احنا نتعامل بعملاتهم المحلية، وفي مقدمة هذه الدول الصين. إن احنا نتعامل بالعملات المحلية لهذه الدول معناها إن احنا هنقلل من يعني الإقبال على الدولار أو استهلاك الدولار، وإحنا عارفين إن احنا عندنا يعني انخفاض في الاحتياطي النقدي الأجنبي بصفة عامة، فبالتالي خطوة مهمة جدا إن احنا ندرس التفاوض مع هذه الدول، فبالتالي ده هيقلل من يعني الأزمة اللي عندنا. وإن كان عندنا مثال على ده روسيا، وبالفعل ده كان ليه أثر إيجابي، يعني قلل أسعار المنتجات اللي احنا جايبينها. يعني احنا من روسيا مثلا حاليا في الزيت أو الزيوت أسعارها بقت أقل من لو كنا هندفع ليها بالدولار عشان اتعاملنا بالعملة الروسية. فنفس الكلام أكيد هيبقى بيحصل مع باقي السلع من مختلف الدول، وده اللي أعلنت عنه الغرفة التجارية، وتحديدا الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية. طيب احنا معانا دلوقتي دكتور علاء عز عشان يوضح لينا الخطوات اللي احنا ماشيين عليها في هذا الملف، ومين تاني من الدول غير الصين بنستهدف ان احنا نتعامل بعملاتهم المحلية. برحب بحضرتك يا دكتور معانا. مساء الخير يا فندم، مساء الخير للساده المشاهدين. مساء النور على حضرتك. وقرار الحقيقه مهم جدا، فكره التفاوض مع مختلف الدول علشان نتعامل بعملاتهم المحليه. اولا الاجراءات وصلت لفين في هذا الموضوع والتفاوض، ومين تاني من الدول بنسعى ان احنا نتعامل بالعملات الخاصه بيه؟ هو بدايه احنا كدول كثيره في العالم مربوطين اساسا كنا بالدولار، سواء من ناحيه الاحتياطي النقدي بتاعنا أو من ناحية العملة اللي بنستعملها في الاستيراد أو في التصدير. اللي ابتدينا نعمله نمرة واحد إن احنا ابتدينا يبقى عندنا سلة من العملات بنتعامل فيها. السلة الرئيسية في العالم هي الدولار، اليورو، الجنيه الاسترليني والين، دول العملات الأساسية، وأحيانا بيخش معاهم الفرنك السويسري. فكرة إن أنا أتعامل مع دولة بعملتها طبعا دي مرتبطة بحاجة مهمة جدا، حجم صادراتي سواء السلعية أو الخدمية لهذه الدولة. يعني مثلا دولة زي روسيا احنا ابتدينا نربط الروبل بالجنيه المصري لأن عندي حجم ليس قليل من الصادرات إلى روسيا، وعندي حجم سياحة كان بيجي من روسيا إلى مصر، وبالتالي في جزء كبير من الجنيه والروبل ممكن إن احنا نتعامل بيه، غير إن أنا بستورد من عندهم حبوب زي القمح والذرة وغيرها. احنا بنصدر إيه لروسيا يا فندم؟ احنا بنصدر سلع غذائيه، البطاطس، احنا اكبر مصدر بطاطس وبرتقال للسوق الروسي، الى جانب كيماويات، الى جانب سلع كثيره بيتم تصديرها. ولكن المهم ان انا عندي كم من الصادرات وعندي كم من الخدمات اللي هي اساسا السياحه. عظيم. وبالتالي ده بيديني قوه ان انا اقدر جزء من الميزان التجاري اللي بيني وبينهم اتعامل فيه بالعملات المحليه. فالشروط كانت بتنطبق على روسيا، اذا ممكن نفس الشروط تنطبق على مين تاني؟ حضرتك الدوله الاخرى اللي احنا شغالين على الملف بتاعها هي الصين، التعامل باليوان الصيني. وطبعا بس الصين حجم وارداتي منها يعني كبير جدا مقارنه بصادراتي، ولكن هيبقى في جزء منه اقدر اتعامل فيه بالعمله. في نفس الوقت مصر البرلمان صدق على قرار فخامة رئيس الجمهورية بانضمام مصر لبنك تنمية البريكس، ومجموعة دول البريكس دي بتشكل تقريبا يمكن ثلث تجارة العالم. دول البريكس أفهم؟ حضرتك بتقول تنظيم دول البريكس؟ تحالف دول البريكس اللي هي البرازيل، اللي هي أول حرف من اسم كل دولة، البرازيل وروسيا والصين والأرجنتين. فالمجموعة الدول دي انا بستورد منها سلع كثيره وبصدر لها سلع اخرى.
وبالتالي من الممكن ان جزء من الدولار اللي انا مضطر كنت اخصصه للتبادل التجاري مع هذه الدول اقدر ان انا اتعامل معاهم بعملاتهم واوفره، وبالتالي اقلل الضغط على الدولار. في نفس الوقت يمكن الجزء الاخر في دي انا هبتدي اوجه وارداتي وصادراتي لهذه الدول، وبالتالي هقلل اعتمادي اكثر على الدولار. ده بيحميني من حاجتين، نمره واحد زي الظروف اللي احنا كنا فيها في الفتره اللي فاتت نقص التوفر للعمله الاجنبيه، القصه الاخرى يمكن دي اللي اهم، تذبذب العملات. انا لو انا مربوط بعمله واحده، العمله دي لو نزلت انا بنزل معاها، لو طلعت انا بطلع معاها، صحيح. وبالتالي بيحصل استقرار. يعني يمكن البنك المركزي في المرحله الماضيه غير سله العملات ان هو كمان جزء من الاحتياطي حوله الذهب، وبالتالي هربت من تذبذب العملات اللي كان بيحصل. طب لو هنسال التجربه مع روسيا قدرت ان هي توفر لينا قد ايه في الدولار، يعني بعد ما قمنا بهذه العمليه بتبتدي يعني احنا لسه بنبتدي، ومجرد جاء شويه زيت من روسيا، زيت طعام كان من روسيا، ده كان البدايه، فهي مجرد بدايه التجارب. في نفس الوقت ابتدى يبقى فيه جزء من السياحه ماشيه بتبادل العملات، وبعض الصادرات المصريه بقت بتبادل عملات. فاحنا لسه بنبتدي، ما اقدرش اقول ان التجربه اقدر اقيمها النهارده، انما هي من الواضح ان انا لو انا عندي ندره في الدولار فبالتالي استعمال هذه الاليه يقدر يعوضها لي واجيب سلع انا هجيبها بجميع الاحوال، زي انا بستورد، انا اكبر مستورد قمح في العالم، انا عايز استيراد الذره، استيراد فول الصويا، هناك العديد من السلع الاساسيه اللي انا محتاجها اللي انا بستوردها اوريدي من روسيا. اذا خطوه مهمه طبعا وقرار مهم، ولكن يعني لو نقدر نقول ولو توقيت بشكل كده تقريبي، امتى ممكن نشوف تداعيات او تاثير ايجابي لهذه القرارات على الاوضاع الاقتصاديه في مصر؟ طبعا عند تعدد الدول اللي انا هتعامل معاها بعملتها، عند زياده صادراتي سواء خدميه او سلعيه لهذه الدول هيبتدي يبان اثرها ان اعتمادي هيقل اكثر على الدولار وهو العمله الاساسيه في التبادل التجاري. انا بشكرك جدا دكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجاريه، ودي كانت التوضيحات الخاصه بتنويع العملات اللي بنتعامل بيها مع مختلف الدول. ناخد بعض من تعليقات حضراتكم على سؤال الحلقة، وفينا صبحي بتقول مفيش طبيب بيحط أسعار الكشوفات، وبعدين الدكتور طول عمره بيذاكر، المهنة الوحيدة اللي طول عمره بيفضل يذاكر، فمن حقه إن هو يطلب السعر اللي يحبه، والحمد لله المراكز الطبية كتير وموجودة لغير مقتدرين. فحضرتك هنا إذن بتأيدي فكرة أن الدكتور يكون حر في وضع تسعيرة الكشف الخاصة به. طيب رزق حنا بيقول مع الإجراء ده بس يبقى فيه قلوب الأطباء رحمة، علشان ما يكونش الموضوع بيجي على حساب المريض وما يكونش فيه زيادة في أسعار الكشف. سمر عادل بتقول مش هنقول إعلان أسعار للخدمات الطبية، بس على الأقل يتم وضع حد أقصى للأسعار الخرافية اللي بنتعامل معاها دي للأسف. مخلص نجيب بيقول الأسعار في العيادات نار، وأنا يعني بيقول إن هو بيعرض على الدولة والحكومة إن هم يعني إذا كانوا يعني عايزين الموضوع يتحل لابد إن يكون في رحمة في الأسعار الموجودة ويتم تحديد الأسعار، يعني إذن بيأيد فكرة تحديد الأسعار. طيب اكتبوا لنا برضو رأيكم في الموضوع ده وتعليقاتكم بتهمنا، هل أنتم مؤيدين لهذا القرار ولا لأ؟ وكمان انقلوا لينا الصورة الخاصة بالأسعار في العيادات عاملة ازاي. خلينا نروح لخبر تاني، ووزارة التموين بتتكلم على الأوكازيون، وبما أنه الحقيقة الفترة دي احنا عارفين فيها الأوكازيون الشتوي، كل الناس اللي عايزة تشتري بأسعار أقل، الفترة دي هي فرصة كويسة جدا وفترة جيدة جدا لشراء يعني مختلف المنتجات.
الأوكازيون مستمر معانا لحد يوم 21 مارس، وطبعا ده لحد عيد الأم، فأي حد عايز بقى يلحق يشتري هدية أو أي حاجة لست الحبايب يلحق ينتهز الفرصة في الأيام الحالية في فترة الأوكازيون. فده كان الهدف الأساسي كمان، هم ليه مدوا الفترة علشان عيد الأم، ودي مناسبة الناس بتحب تشتري فيها يعني مختلف السلع. في تخفيضات الحقيقة بأسعار أو بنسب كويسة جدا من 20% ل50%، والسنة دي كمان حجم أو عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون عددها كبير جدا، يعني وفقا للتصريحات أكتر من 3000 محل داخل في عملية الأوكازيون في هذا الشتاء وفي هذا الموسم. كنا بنأكد مع حضراتكم فكرة امتداد يعني العمل بالأوكازيون، وأي حد عايز ينتهز الفرصة يلحق الأيام اللي فاضلة في هذا الأوكازيون. خلينا نروح لخبر تاني وفكرة القمح. يمكن كنا لسه بنتكلم على فكرة استيراد مختلف السلع من الدول اللي احنا بنستورد منها، وكان في مقدمتهم طبعا روسيا، واحنا بنستورد من روسيا القمح. السفارة الروسية كان ليها تعليق على فكرة استمرارية مد مصر بالقمح، او استمرارية يعني توريد لمصر القمح. احنا عارفين طبعا إن بعد الأزمة الروسية الأوكرانية كان في توقف في فكرة التصدير للحبوب من روسيا وأوكرانيا. فالسفارة الروسية في بيان ليها قالت إن رغم كل المحاولات إن يتم إيقاف عملية تصدير القمح لمصر من الغرب، من أوروبا، من الولايات المتحدة، إلا إن روسيا استمرت في التصدير، و 8 مليون طن وصلوا لمصر ويعني مستمرين في توريدهم لمصر على الرغم من كل المحاولات لعرقلة نقل الحبوب أو نقل القمح لمصر. ده طبعا بخلاف اللي حصل من أوكرانيا. أوكرانيا يمكن حاليا بتصدر حبوبها بشكل أساسي للاتحاد الأوروبي، وده في مقابل أنهم بيحصلوا على السلاح. فهنا كانت يعني بتتكلم السفارة الروسية على موقفها اللي لم تتخلى فيه عن مصر، واللي هي استمرت يعني في توريد القمح إلى مصر. للتعليق على هذا الخبر وأيضا على فكرة الأوكازيون، معانا على تليفون المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا بشكرا. بما أننا بنتكلم على يعني أخبار بتهم وزارة التموين سواء الأوكازيون أو حتى كمان القمح، فخلينا نبدأ الأول بالأوكازيون السنة دي يا باشمهندس. عامل إزاي الأوضاع والأسعار والرقابة على المحلات؟ حضرتك كلمنا أكتر على هذا الموسم. وطبعا الأوكازيون كان موجود في الشهر اللي قرار مع الوزير الداخلية، وكل محل فندق 15 يوم. وطبعا الأوكازيون ده فرصة سانحة لكل مواطن يحصل على احتياجات وتخفيضات عالية وجودة عالية خلال الشهر، ونظرا للاشتراك الكبير لعدد التحديات هذا العام والإقبال الشديد من الجمهور والمستثمرين، وهدف وزارة التموين المواطن أولا، وإنه يحصل على حاجات بالسعر المناسب. فكانت دايماً علينا من قبل المواطن بدء صدق الاستاديون إلى 21 مارس تزامناً مع عيد الأم، وكل واحد يحصل على احتياجات مستخدمات. فطبعاً دي من أجل المواطن المصري والأصحاب. يتم الرقابة على فترة الاستاديون من خلال حملات متميزة ومسريعة وكثيفة على المحلات المشتركة لضمان وجود هناك تخفيضات حقيقية وعدم عمل أي استاديون التأكد من السعر قبل الخصم وبعد الخصم من خلال الفواتير المقدمة لنا أو من خلال السيستم الموجود على المحل. طب وفي حالة أن تم إثبات أن في تلاعب في الأوكازيون أو أن هو أوكازيون غير حقيقي، المواطن يعمل إيه؟ عندنا بعض المخالفات البسيطة جدا، وطبعا التجارة بتلتزم شوية بعد شوية، لكن المواطن المصري شريك معنا في الرقابة، هو جزء مننا واحنا جزء منه. فأي مواطن بيلاقي أي مخالفات بيتصل على خط التقني 19588 أو 16528 أو المصل الإعلامي لوزارة التموين، بيتم التعامل مع الشكوى وبيانات الشاكي السرية لا يجوز المسماعه، لا يجوز الإفصاح عنها لأي شيء لأي حد خالص، عشان يكون المواطن شريك معنا وإيجابي في أي شكوى. الحاجة الثانية لازم تكون هناك تخفيضات حقيقية من خلال زي ما قلت لحضرتك الفواتير والسعر. الحاجة الثانية على التاجر أن يكون عرض السلع والتخفيضات حقيقية، تكون السلع بنفس الجودة والمواصفات التي كانت عليها قبل الاستاديون. لا يجوز عرض أي سلع معيبة في أثناء فترة الاستاديون،
وعلى المواطن المصري شراء من اماكن معروفه من بضاعه تصفيه وما يشتريش من السيارات الموجوده في الشارع. عظيم. حتى لو هتلاقي عنده اي هناك شكوى يكون التعامل معاها بجديه ومن خلال فواتير مقدمه من المكان اللي هو شاري منه. طيب خلينا ننتقل مع حضرتك للخبر الاخر اللي ليه علاقه بالقمح، والسفاره الروسيه بتتكلم على استمرار روسيا ان هي مدت مصر للقمح بحوالي 8 مليون طن في العام الزراعي 2022-2023. انتظام مد روسيا بالقمح كان عامل ازاي خلال الفتره اللي فاتت، وازاي كان بيأثر على توافر هذه السلعه سواء بالايجاب او بالسلب؟ يعني احنا القمح عندنا كان يعني حجم الازمه ايه، وبالتالي توافره من خلال دوله روسيا اثر ازاي؟ هو القمح السنه دي الحمد لله ان قلت مفيش مشكله في مصر ملف الامن الغذائي، وخير دليل على ذلك ان عندنا مخزون استراتيجي من القمح حتى ابريل 23، وده الموسم الجديد، ودي سنه يعني غير مطروقه في المخزون الاستراتيجي والتحول من الشغل العاديه للصوامع الحديثه وزياده السعر 10 مليون طن قمح. فكان عندنا في الزراعه التعاقديه وزياده سعر الاسباب للتوريد للمزارع وتسجيل المزارع المصري على القمح، وتعويض وزياده المخزون الاستراتيجي سواء بالاستيراد من المستثمر او الدوله، ودي كانت نجاح من الدوله المصريه في توفير القمح سواء وسد الفجوه بين الاستيراد من روسيا او من احد الدول. احنا يا باشمهندس حجم استهلاكنا للقمح بيقدر بكام؟ احنا بنستهلك قمح تمويني 750 ألف طن شهريا، وبالقطاع الخاص 450 ألف طن، بنتكلم في 1,200,000 طن شهريا، ودي طبعا رقم كبير جدا. ده يعني تخيلي احنا بنلبس يوميا رغيف عيش اللي هو شيل دعم تمويني 250-270 مليون رغيف يوميا للشعب المصري. يمكن الدوله والقياده السياسيه ادارت هذا الملف وتوفير هذه سلعه القمح بالذات وزياده المخزون الاستراتيجي، وبرده من خلال ان وزاره التموين بدات تطرح القمح في البورصه الزراعيه من خلال منصه هيئه السلع التموينيه، وده اكبر دليل على ان الدوله ناجحه جدا في دفع القمح وتوفيره على مدار السنه. طيب. رغم الظروف اللي بيمر العالم والظروف الاقتصاديه الا ان عندنا المخزون الاستراتيجي امن. طيب وهنا السؤال، لو هنتكلم على القمح الروسي خلال السنة اللي فاتت سنة الحرب ولحد وقتنا هذا، الكميات اللي احنا استوردناها من روسيا نفس الكميات المعتادة كل سنة ام الموضوع تأثر بالحرب؟ لا، الكميات كانت موجودة الحمد لله. بقول لحضرتك ان الدليل ان المخزون الاستراتيجي رغم الظروف دي امن جدا، وكان اكبر مخزون استراتيجي السنة دي عندنا امن، لان روسيا انتظمت معانا وقفت معانا في سد هذه الفجوة وفي الاستيراد، وما كانش عندنا اي يعني الرسمة اصدرت ان لن تؤثر هذه الحرب على التعاقدات بيني وبين مصر. يعني احنا كل سنة كنا بنستورد 8 مليون طن قمح من روسيا، وده نفس الرقم اللي حصل الفترة اللي فاتت. ان شاء الله والحمد لله. يعني الملف يعني بخصوص الرجل سواء الامن او السلع الاخرى امن جدا جدا، ودي رساله طمانينه لكل مواطن مصري. أنا بشكرك جدا المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين على التوضيحات الخاصة سواء بالأوكازيون أو حتى بتوريد القمح من دولة روسيا. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لختام جولة أخبار النهاردة، خدنا مع حضراتكم كده جولة سريعة في أهم أحداث وأخبار اليوم، وبعد الفاصل هنبدأ فقراتنا الحوارية، والأولى عن حادثة أو وقعة الكلب اللي تعرض لأحد الأشخاص وعضه، وعلى إثر هذه الوقعة دخل غيبوبة. نتكلم بالتفصيل عن الموضوع ده وإزاي نتجنب تكرار مثل هذه الحوادث بعد الفاصل، استنونا.